Bismillahi ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tekabbalallahu siyamakum ve kıyamakum ve saira a'malikum. Zikrullah Rabbi inşallah Ramazan min marrat. İcala Rabbi fi mizan hasenat. Ve kunissa Rabbi inşallah cemiyan. Ve kunikun icala Rabbi zedrum. İba'at fillahun lehmum. Ve kunifka Rabbi sezli ser thaleven ser. رمضان والاستقامة قال ربنا عز وجل في سورة فصلت في الآية رقم 30 إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ربنا عز وجل يأمرنا ويدعونا إلى الاستقامة وقبل ذلك أمر نبيه صلى الله عليه وسلم كما في سورة هود في الآية 112 فاستقم كما أمرت نبينا عليه الصلاة والسلام وقد أوتي جوامع الكلم قال له قل آمنت بالله ثم استقم الحديث خرجه الإمام مسلم لخص له الإسلام والسيرة الطيبة التي توصله إلى رب العزة جل جلاله لينال رضوانه فقال قل آمنت بالله ثم استقم يثمثا في استمثين رب سبحانه يمرغيد سل استقامة ونذبعا أفريذ نسلامة أثكي أندامة الاستقامة طريق النجاة لذلك ربنا عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا جميعا إلى اتباع طريق الاستقامة لأنه طريق النجاة طريق الفوز والاستقامة تكون في المجالات الآتية المجال الأول استقامة النيات إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الاستقامة ثم زواروث إلى قتلي ذي النية أما السعذبين أري زيزدين النياس أتسلي إوذم ربي أين كري يخدم ما ذي الطاعة ما ذي الخير ما ذي الصدقة كين يخدم الدونيثيس أثي يخدم ربي سبحانه عز وجل أكن دين ربي القواليس إن أدقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وهذا هو الإخلاص والخلاص في الإخلاص لنظر رب سبحانه ذي سورة الكهف ذي اللاية ثنجروث اللاية 110 فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أوين يفغان لمقبل رب سبحانه أذي خذم إوذمس وحذس مخلصا لله أين يخدم ذي الدونيث لعثاب سن الدونيث أثي غلث ذي لخرث خاطر رب سبحانه وتعالى دولا قرس يخدم الشريك أذي لي الخدمة إن تسكن فالخلاص في الإخلاص استقامة النيات إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى استقامة التفكير هو هربي أمذان اللغيس أذي خدم سوذم إجرزن السجمن ولش ذيك سلعوج تفكيره مستقيم فيصبح عقله منتجا للأفكار الحية البناءة التي تجمع ولا تفرق التي تبني ولا تهدم التي تزرع الأمل ولا تزرع اليأس وهربي أمذان أذي استخدم اللغيس سوذمي قرزن أدي السفا كان فيه ثيوين إيفن نور نتهدونت إسدوكول نتور فضطونت إتزون السيرم ورنتزون لياس المستوى الثالث هو استقامة الأقوال الإنسان لا يتلفظ إلا قولا صالحا حسنا كما قال الله عز وجل وقولوا للناس حسنا وقال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت الاستقامة في الثلاثة
أتسيلي ذو قوال ذو مسلاي بشمذان مرد ينطق مرد يهضر أذي وزن أوليس. الاستقامة الرابعة استقامة في السيرة في السلوك في الأفعال. فالاستقامة في السيرة هي الترجمة العملية لمقتضى الإسلام ولموجبات الإيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لابد أن تترجم تلك القيم وتلك المبادئ التي يؤمن بها المسلم أن يترجمها عمليا في سلوكه وفي تصرفاته وفي سيرته مع الغير. فالدين المعاملة أو هرب ذغ الاستقامة أتسيلي ذي السيرة بمذان ذي ذكلي بمذان من خذ من ذبع ذري ذا قدرنا الاستقامة ربي صفر حقيد مرة إناد تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تقبل الله صيامكم وقيامكم وسائر أعمالكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله.